حبايب قلبي، وجاي لكم بتحدي جديد. وفي حاجة حصلت في الفيديو كده بجد والله العظيم اتضايقنا جدا جدا. انتوا هتشوفوا كل حاجة بنفسكم، وانتوا هتقولوا لنا ايه رأيكم برضه في الكومنتات، وما تنسوناش طبعا في اللايك، حطوا لنا لايك حلو لايك جميل، دي كل حلوة دي ربنا يخليكم لينا. ومعلش لو الفيديو اداكم طاقة سلبية، حقكم علينا والله غصب عننا. والله من اللي حصل معانا انت هتشوفوا وتقولوا انتوا كان عندكم حق بجد اللي حصل لكم ده. والحمد لله بقى نعمل ايه. يلا بقى يا حبايب قلبي بينا على الفيديو، كملوا للاخر وحطوا لنا اللايك بتاعكم، اهم حاجه تحطوا لنا اللايك. يلا على الفيديو. يلا يلا، واحد اتنين يلا. يلا يا احمد. واحد اتنين تلاتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ بخير يا رب ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، صلوا على النبي نكسب صلاة عنك. صلى الله وسلم. هو بصوا والله حصل معانا حاجة زي الفل. احنا بقالنا مثلا بتاع تلت ساعة بنعمل في الفيديو وخلصنا، وقلنا يلا هنعمل عقاب، فقلت لها طب اعملي ستوب. اكتشفنا اللي احنا ما كناش بنصور، فما لقوش. احنا مثلا قاعدين على القعده ديت كده بقالنا بتاع 10 دقايق متضايقين قوي. كان قادر اقول لك التحدي والله كان تحدي جميل جدا جدا جدا، وكنا فيه كتير وكنا بناكل و باميه باللحمه وملوخيه، والله لسه ما ملوخية. اتحركنا من على الترابيزه. مش قادر اقول لكم على اكتشفنا في جمال. الاخر اللي احنا ما بنصورش. الحمد لله. وكنت انا كان بس مش قادر اقول لكم والله العظيم بامانه، كان فيديو تحفه، كان فيديو جميل جدا. انا الواحد والله العظيم متضايق قوي ومش عارف يتكلم يقول ايه. انا والله متضايقه، انا كنت بعيط اصلا. الواحد اصلا بيتعب في الفيديو وبيحط وبيشيل وبجد وبيقف وبيسوي، وكان ونازله تجيب حاجات، عطلتي نفسي وكل عطلنا حاجه عشان اعمل الفيديو من اللي هو وظبطته جيتنا ما والشكل وكده. نسينا ان سوا خدنا الصور وقلبنا على الفيديو ونسينا ندوس عليه. مش قادره اقول لكم كان الفيديو عامل ازاي والله العظيم، كان فيديو جميل جدا جدا جدا. كنا عاملين واتكلمنا نضحك في والله. كلام كتير وكنا عاملين نضحك من شويه. وهزرنا الحمد لله. هي قلبت علينا، شكلها الفيديو قلب على الضحك اللي في الفيديو قلب علينا. بس والله العظيم بجد انا متضايقه جدا 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 بجد. وخلاص انا كنت والله العظيم حاسه، وانا حسيت ببص كده مش شغال الفيديو، حسيت ان انا يغمى عليا هتصدم. واكتشفنا في الاخر والله، اكتشفنا في اخر الفيديو واحنا بنقول خلاص يلا نعمل يلا عشان لكو. نعمل لكو. واللي هو اساسا مش هنقدر ناكل. لو حصل لا مش هنقدر نحط اكل تاني وناكل، لان احنا كنا كتير وكنا بسرعه وكنا عايزين وكنا بننفذ بعض كتير قوي، اللي احمد يكسب او نكسب علشان يبقى الفيديو حلو ونشوف مين اللي هيكسب، عشان انا عايز اعمل فيه عقاب وعايز اعمل فيه عقاب. فكان الفيديو بقى جميل كده وحلو. انا والله العظيم بجد بجد انهارت انهارت وتعبت، وحاسه ان هيجرى لي حاجه في الدقيقتين. حاجه رخمه اما الواحد يحس ان هو تعب جامد والمجهود ده كله على الفاضي. ونسيت نفتح القمر. انا اديت قوي على فكره والله العظيم كان فيديو جميل، غير التحضيرات بقى والاكل ووقفه طول النهار في الاكل انا مش عارفه والله العظيم، انا عايزه اعيط، انا عايزه اعيط، عايزه اعيط مش قادره. هي كسبت النهارده عشان انا ايه؟ احمد كل الرز فعلا كلت ولا الرز شربت والملوخيه، الملوخيه بس انا ما قدرتش الملوخيه، وكلت حتتين لحمه وكلنا اللحمه وكلنا انا اكلت حوالي نصه كده. انا اكلت في حبه يعني صغيرين، واحمد كان انسحب على اخر حبه ملوخيه، قال انا منسحب، وانا كنت باكل حبه الرز فاحمد انسحب، فقلت له الحمد لله انك كسبت. وكنت عمال اتحايل عليه بقى سامحيني النهارده ومسامحيني النهارده. يلا الحمد لله. والله العظيم هموت هموت بجد والله العظيم. بس يا سلمى وعليكم السلام. واعملوا لكم حطوا لنا لايكات والفيديو ده جميل، ما تنسوناش بقى في اللايك. وتعملوا لكم وانتوا طبعا مش هتحطوا لنا لايك عشان الفيديو باظ. الدرع بس لا بجد عاوز الدرع في اقرب وقت وبتاع. لا انزلي يا سلمى. انا عايز الدرع. وانا اقول لكم حطوا لايك وصلوا لل 5000 لايك، وعمال نضحك ونهزر وناكل، واحمد يقول بسرعه عشان اكسبها واعمل والله كسبت بسرعه قوي. وكان بصوا في الجو والله العظيم بجد الواحد يتحسر عليه فعلا. يلا مقطوع منه النصيب الحمد لله. لله. بس انتوا برضو ما تنسوناش ان انتوا تحطوا لنا لايك، احنا هنعمل عقاب معاكم. بس احنا قلنا لكم انا اللي كسبت عشان احمد انسحب، وقال انا مش قادره اكل تاني عشان كلب تنجان وفلفل وشرب ملوخيه وكلب عيش،
لكن انا شفت الملوخية الملوخيه كانت وكلت عجباني، كده، قعدت اكلها بعيش، وجيت في الاخر كلت كنا عمالين بالمعلقة. نقول لهم الملوخيه جميله والملوخيه حلوه مش عارف ايه الحمد يا لله. لهوي. وبتقول لي او امك تغسل المواعين؟ قلت لها لا، ده انا كرش مش قادر، اللي هو لو قمت كرش هيقع مني. وكنا عمالين نتكلم على كرش احمد. خلاص خلاص الحمد لله، الحته دي ما اتصورتش الحمد لله. بس والله العظيم اتضايقت اوي، وبس يا دوب، بس يا بت واقعد وحط وشيل واعمل، وفي الاخر ما بنصورش، لا فاهمه والله الام متضايق جايه. قوي، حاجه تضايق يعني. انا ايه بقالنا ساعه بنحضر. يا لهوي يا والله، فيلة، واللي هو مش هتعرف تعمله تاني، مش هقدر، ولو عملته هتبقى متضايق، مش هتعرف تطلع نفس الحاجات اللي حصلت. مش هينفع. ده البسيه ماشي يا وبعد سلمى، عني روحي دلوقتي، دلوقتي يا سلمى، يلا يا عشان انا سلمى. حاسه ان في حد لو جه جنبي اقتله. هل انا الحمد في لله. ده؟ الحمد لله على كل شيء. بس والله الواحد بيزعل وبيتضايق من بس الموقف واللي بيتعب اللي احنا فيه بص انا والوقفه اكلت فلفل قد ايه؟ والبتنجان، عامل لي ريقه عشان البتنجان انا كان خلاص. تحفة بصراحة. لا لا ما ينفعش ده، يلا يا ما سلمى مش وقت ينفعش. دلوقتي، يلا. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. هي بقى مصيبه عشان بكل المقاييس. من هنا مصيبه، من هنا مصيبه، من هنا مصيبه، من هنا مصيبه. كل المقاييس مصيبه. اعمل انا ايه دلوقتي؟ ادوني حل. انا عايزه لايك او انا الفيديو باظ، ادعموني بقى باللايك، فرحوني، حسسوني اللي التعب اللي انا فيه دوت ما راحش على الفاضي، علشان بجد والله العظيم يعني انا متضايقه جدا جدا اللي تعبي راح على الفاضي اللي انا ما صورتهوش. فانتوا بقى حسسوني اللي هو ما راحش على الفاضي باللايك بتاعكم، يعني انتوا والله العظيم مش حاسين بالموقف اللي انا فيه بجد بجد. وكنت الحمد لله. متكلمه على اسمها ايه دي، ام زياد، ام زياد متهيألي. وقالت لها الرقم بتاعك. ام زياد قابلتني في السوق وقلت لها هقوله لك على البتاع ده، قالت لي قولي اسم بنات، اسم عيالي، بس انا والله مش فاكراهم خالص يا ام زياد. انت عارف مفيش هنا، في هنا طاسه، طاسه آلية، فمعلش انا اسفه. فانا اقول لكم رقم 031-23-78-054، 031-23-78-054 دوت رقم الواتس. سلمى مش راضية تسكت، يعني مش كفاية الفيديو والنصيبة اللي انا فيها، لا ده كمان مش راضية تسكت من اللي هي فيه، عشان انا هقوم اركعها علقة دلوقتي، هتاخد مني علقة تمام. خلاص يا احمد يلا نعمل العقاب بقى، ما تضايقنيش، انا متضايقة لوحدي، ده طالع في عيني، فما تضايقنيش بقى خلاص، انا الحمد لله. متضايق اللي كرش كبر على الفاضي. والله مش قادر اتنفس. انا مش قادره اقول لكم والله العظيم، وعمال يقول كرشي مد كرشي، مش قادره اشيله يا جماعه. والله ما ادري. احنا هنعوضه بقى بالعقوب، بقول له صب المواعين دول، مش قادره اقف. انا كنت هسامحه والله في الفيديو اللي ما اشتغلش ده، الفيديو اللي احنا ما عملناهوش ده كنت هسامحه، بس طالما الفيديو ما اتعملش هعاقبه ماليش دعوه. ما تضايقنيش اكتر من الواحد متضايق. طب انا كمان متضايقه. والله متضايقه خالص والله العظيم. بص انا هديك حاجه قليله ايه عشان الناس والله، بس ايه ما تزعلش. احنا كنا بنقول لكم البتنجان بقى والفلفل والملوخيه وطعمها، مش قادرين نقول لكم على البتنجان المخلل ولا الفلفل الجميل دوت، يا لهوي على الجمال. حطهم بقى في بقك كده اهو، بس اعملوا كده. على فكره انت كلتي قرن طول الفيديو والله وما قدرتيش ما تكمليه. قدرتش اكمل. حط انت بقى كده اهو، دول يلا ده العقوب يلا، عشان يعني كفايه انا الفيديو بقول لك بوظ. بطني مش قادر اتحرك، عاوزه تموتني؟ مش مشكله. مش مشكله. خد يا احمد يلا كلمني يلا، لا كده. بعد الشارع مش هتموت ولا حاجه، يلا يا احمد عشان نخلص الفيديو. ده استني نهرش وهيجي لي جرب. والله انا جالي الجرب. لا يا شيخة لا بجد ما تهزريش يعني، خدي يلا يا احمد بقى. خفيف لا هو ده التالت بس، هاكل اللي معلقتين بامية. ده مين ده؟ ما انا مش قادر برضه اكل بصوا، بامية. بص افتح بقك وراح، عشان مفيش غليل، عشان انا متضايقة قوي. مفيش غليل تموتني. عشان انا عاملة حسابي، والله ما انا قلت قادر. انا بص هقعد واقول لاحمد يشغل طول الطبخ. الفيديو والله العظيم بصوا ما طب والله العظيم كملت بجد، الربع ده، بصوا بصوا وشه مرهق ازاي وتعبان من قلة النوم والتعب الواحد فيه، الحمد لله. وكملت بالفيديو. شفتوا بقى، والله العظيم هتحصل بقى طول الليل على الفيديو ده، يا ربي ما يجريش حاجه على الصبح. يا ست الحمد عشان لله. احنا بنعمل حاجه بالعافيه والله، اذا كانت في شير، اذا كانت في عمايل، اذا كانت في تحضير، في كل حاجه في الفيديو.
فالواحد بيتعب فيها. فتيجي الحاجه ديت انت بتعمليها على حاجه هايفه، على تكه زرار بجد الواحد يتضايق يتضايق قوي. تكه زرار كده بوظت لك الدنيا، وانت اصلا طول النهار لا ولسه عم تقولي يلا يلا عشان الفيديو طول. الفيديو طول طول ايه؟ ما بتصوري مش قاعد تصوري. الفيديو طول يلا يا احمد، الفيديو طول اصلا فبتركز. والله العظيم انا ما باخدش بالي على فكره من الموضوع اللي هو العداد بتاع الوقت اللي في الصوره، فهي بتركز قوي. فبص احنا ما بدناش تصوير، والله قعدنا مثلا بتاع حوالي 7 8 دقايق كده متنحين عاملين كده الحمد لله. يلا عشان ما نطولش عليكم اكتر من كده عشان ايه الفيديو ما يرخمش. ادي يا احمد يلا خليك يلا قرن واحد. لا قرني يلا اهو. لا قرني مش عارف اكلهم والله. طب انت شلت الرفيع، طب ما تسيب الرفيع. طب خد الرفيع. طب ناقص من الرفيع يا احمد اخلص بقى، ده هو الرفيع اصلا اكتر من الكبير ده. الرفيع والمصحف حامي بص مش قادره اقول لك جبار. خدهم. طب رفيع اجيب يا احمد. يلا يا احمد بقى خلصت. انت المفروض متضايق يبقى عندك ضمير. ما هو الضمير اهو عامل لك اكتر من كده. انا بحب الفلفل بس ده بص ده عقاب والله بسيط كده عشان بس متضايق مش عارفه افكر. والله لو بفكر كنت خليت عملت عقاب جيت، بس والله حاسه ان انا دايخه وهيغمى عليا من الصداع. يلا التاني وبعديه. ما انا غلطت اهو. التاني بعديه. انت شفتيه؟ لو حد قالك علينا مغمية يعني وحياة. بص والله 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 من غير حلفان كده الفلفل ده جبار جبار بجد. يلا احذف التاني احذف التاني. يعني لو كلت حتة بالمنظر ده موت. هو بيتاكل في وسط الاكل كده بس ايه مش بتحس بيه زي ما بتاكل لوحده كده. يعني عليك يا فريالة وعلى اللي حصل لك يا اختي وعلى النصيب اللي انت فيه. انا عينيك جاي لك كتير. الواحد يبلع بدل ما بيبلع لسانه يبلع ما من اللي انا شفته. مفيش خصوص. يلا يا حبايب قلبي يا رب الفيديو اللي ما اتعملش ده يكون عجبكم، بس حطوا لي لايك ما تبخلوش عليا باللايك عشان قدروا التعب اللي احنا كنا فيه النهارده والصدمه اللي احنا خدناها. قدروا قدروا لايك هتسامحني والحمد لله. لو بقول لكم حطوا لايك لفريال عشان سامحتني. والله حطوا لايك هتسامحني ما شاء الله عشان الفيديو نسيناه فعملت عقاب. خرب بيت كده. يلا شوفي والله الله يكون في عونه بجد شوفي جبه. يلا يا حبايب قلبي معلش اللي طلعت لكم في الفيديو ده محبطه قوي. عندي احباط كده انا الاحباط اللي على بطني والله. وعندي خنقه كده ومتضايقه جدا اللي الفيديو بوس، بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. معكرش خلاص. ما تزعلوش مننا الفيديو دوت كومبلي كده، بس ما تنسوش تحط لنا برضه لايك. لا انا استر لك على الحب ده. يلا انا هقعد ساعتين دلوقتي غالبا. يلا قول لهم بقى لايك. بص بق احمر ازاي. يلا يا حبايب قلبي بص حط لنا لايك. يلا سلام سلام. ربنا يسامح ربنا يسامح.